الموضوع ده وتلا واحدة لما ايه رهين جدا من الضغط صفحة ده الضغط اللي فيها الضغط دي اللي مش تتمرن تخبطوا في بعض التصادم ده اللي هو السيزميك داون نتيجة التصادم ده وان داون فورس اسمها داون فورس داون فورس دي ممكن تؤدي بلوك قدامك في المنشا كويس شهور او تؤدي الى انجار المنشا كده. طيب هي انواع السيزميك داونينج اللي عندي في عندي ميه لو مبنيين دول ليهم نفس الليفلز هيفضل يحصل تصادم ضربه مع بعض وده نسميه الراين ستاك داون. او لو مبنيين دول ليهم ليفلز مختلفه هيبدأ يحصل تصادم ضربه مع بعض وده نسميه انترستوري داون. انت تتوقعوا انهي تخطر فيهم؟ في فضا مع بعض غالبا هيتكون شيل فورس عاليه جدا وده عمود كيرش اصلا عمود ضعيف هيتكون شيل فريق في العمود ده. طيب ايه الفاكتور اللي بتاثر على الداونينج داون؟ اول حاجه السبريشن ديستنس المسافه بين المبنيين. لو مسافه كبيره مش هيتكون اصلا من عندي داون. لو مسافه صغيره هيتكون داون. لو لازم تبقى تماما في قصه ثانيه خالص. وبتعمل برزنتيشن عشان مع بعض تاثير ان انا بقلب فاصل داون بيحصل ايه في المنشا؟ ايه اللي بتاع المنشا؟ تاني حاجه الفايز زي ما قلنا ومبنيين في نفس الليفلز جيت ما بيني ليها ليفلز مختلفه. برضه الدايناميك بروجكتس تمام. لو عندي مبنيين ليهم نفس التايم فاليو نفس الدم بروبرتيز مبنيين زي بعض هيبقى نفس الكتابه. لو مبنيين حتى تسكين في بعض مش هيحصل طبعا هيبدا البني الاثنين يتحركوا مع بعض بالتوازن وبالتالي التايم فاليو والدايناميك بروبرتيز بشكل عام بتاثر جدا في قصه الدم اللي برضه الاستيفنس بتاعت ايه؟ لو عندي اعمال الاستيفنس بتاعتها عاليه جدا اعمال الاستيفنس بتاعتها قليله كل ده برضه بيتاثر على الباوندنج عندي. برضه من ناحيه الاستراكشر الباوندنج بيتقطع قطعنا قطعنا مسكين 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 برضه ستايل مزون لما يحصل عندي داون مهتزه زلاليه واحد غير اثنين غير ثلاثه برضه الباي فول لو هي ده باي باس على البريزم بتاع المنشا وبتاع يحصل برضه على الداون. دي صوره من زلمه سيتي واضح فيها الفيليا بتاع الضغط. الصورة الثانية برضه من الصورة الأساسية الفيليا بتاع الضغط. الصورة الثالثة دي كانت الجزائر توتال دامج من حتة الضغط. طيب ازاي بيقلل تأثير الباوندنج ده؟ في كذا طريقة. أول طريقة وهي البديهية إن أنا أصلا أعمل سيبريشن ديستانس كافية بحيث إن ما يكونش عندي باوندنج من الأساس. طيب ايه تاني؟ ممكن ابتدي ان انا اعمل ماتيريال دي قويه بحيث ان هي تستحمل الباوندنج فورس. او لو انا عندي اصلا منشئين اكزيست تلقين في بعض ابتدي ادعم العناصر المنشئيه بتاعتهم بحيث ان هم يتحملوا الباوندنج فورس. في طريقه ثالثه بنسميها الباسيف ريسبونس سيستم وهي الفايزيشن سيستم والانرجي اكسبشن ديفايس. في صوره للانرجي سيستم ان انا بتحول لحط دامبرز تحت المبنى هيبتدي الديسبليسمنت بتاع المبنى يقل وبالتالي اتجنب ان يحصل عندي باوندنج لو المباني قريبه من بعضها. أو حاجة زي كده انرجي ديسبليشن ديفايس عبارة عن بيستون جواها ماتريال بيبتدي ابتدى ان يأثر على المبنى في جزء من طاقة بتضيع في الضغط على الليفل اللي جوه البيستون دوت بالتالي الديسبليسمنت بيقل بالتالي اتجنب برضه الباوندنج. دي صورة المبنى في أمريكا بان سنة 1965 وجم في 2003 عملوا له رعاية تأهيل بحيث ان هو يحسنه على ضد السلاسل. لو ركزت شوية هتلاقي ان الورق الداخلي مدور في انرجي ديسبشن ديفايس ده بتصور كده بس هي اختفية ورا الكلام. تمام. الريكومنديشن بتاع الكود المصري بحيث ان انا اتغلب على ظهور الباوند البداية. أول حاجة الكود المصري بيحدد لك اكويشن تجيب منها اقل مسافه فاصله بين مبنيين بحيث ان انت ما تاثرش عندك داونينج فورس. القانون اللي استخدمه الكود المصري ومعظم الكود العالميه هو سكوير او سكوير او سمشن سكوير وده بيقول لك المسافه الفاصله بين المبنيين هي الجزء التربيعي لمجموع مربع اقصى ادابتين للمبنيين دول. تمام. طيب ازاي ان انت تستخدمها يعني ازاي حاجه؟ انت دريت ولا؟ بالعكس انا ايه اللي انت هتستخدمها؟ لو انت شغال ديزاين كونسيبت ديفرنت من الكود وشغال لينير بلاستيك اناليسيس زي معظم الناس اللي بتشتغل ساعتها هتاخد الاقصى اللي انت طالعه من اللينير بلاستيك اناليسيس دي تضربها في ريدكشن فاكتور 1 سيت بحيث ان انت تجيب الازاحه اللي انت بتعوض عنها في المعدل اللي فوق
تجيب المسافه الفاصله المبنيه. طيب لو انت اصلا عامل نون لينير ايه الاصل كاناليسيس زي انت عملتهم شويه دول انت مش محتاج اصلا تطلع في ريدكشن حتى ولا بوينت حط القيمه زي ما هي او اجيب المعادله بتاعت السادس تمام. كود كمان بيقول لك لو انت عندك المبنيين في ريسكم ليهم نفس الليفلز يعني بعض مع بعض ممكن القيمه اللي انت اخذتها من شويه دي تروح في بوينت تقللها شويه. ممكن كمان برضو ان انت تستخدم سيبريشن ديستنس تساوي 4 سم بغض النظر عن الديستنس اللي انا طالعه كام بس بشرط يبقى عندك على الاقل طين كل مبنى قدام بعض متصممين ان هم يشيلوا باوندنج فورس ده. لو انت ما عندكش بقى الموضوع كله خالص ساعتها لازم تضطر ان انت تعمل اناليسيس اعتبارك تقسيم الباوندنج. طيب ايه عيوب الاس ار اس اس دول ده؟ زي ما قلنا ان هي مش بتحط في اعتبارها الدايناميك روبوتس بتاعت المنشأة. وبالتالي لو انت عندك منشأين تبقى زي بعض ليهم نفس الدايناميك روبوتس هتطلع لك مسافه كبيره انت اصلا مش محتاجها لان اساسا المبنيين بتحط مع بعض بالتوازن. بالتالي ده احلى يوم. حاجه ثانيه ان هي بتفترض ان اقصى ازاحه لكل مبنى تحصل في نفس الوقت وده مش صحيح. اقصى ازاحه لكل مبنى مش هتحصل في نفس الثانيه اللي هيحصل فيها اقصى ازاحه المبنى الثاني. كل الحاجات دي هتديك في بعض الاحيان سيتويشن ديستنس كبيره انت مش محتاجها. وبالتالي هيبقى صعب تعالجها معماريا من خلال الجوانت الكبيره اللي عندك ليا وتنفع تاخدها في الارض اللي عندك. عشان الاسباب دي كده العلماء يشتغلوا ويبحثوا ان هم يجيبوا طريقه ثانيه يدخلوا فيها فاكتورز جديده بحيث ان هم يطلعوا الكريشن ديستانس اكثر برضه. وهنا جت طريقه اسمها الدبل ديفرنس كونفيجريشن دي جي سي. الطريقه دي هي زيها زي اس ار اس اس رول بس اضاف عليها فاكتور جديد اللي هو ناقص 2 رو اكس اي اكس بي ازاحه ايه وازاحه بي. الفاكتور اللي هو الرولر هو ده اللي فيه المعادله هو الفاكتور ده رغم المعادله كبيره بس هو فانكشن حاجتين في التايم فيري بتاع الكومبيوتر فيري بتاع كل مبنى وفي اللرنينج ريشيو بتاع كل مبنى. تحسب انت الكومبيوتر وترجع تاني معوض في القانون ساعتها تقدر تجيب سيبريشن ديستنس اقصى دقه من بتاعت اس ار اس اس او. لو احنا ركزنا شويه على ان الاس ار اس اس او هتكون هي سبيشال كيس من الدبل ديفرنس كومبينيشن رول. بمعنى ان انا لو عندي الرو اوضع نفس المعادله دي هيكون هي نفس المعادله بتاعت اس ار اس اس. ولو الرو دي قيمتها بواحد وجت حاله المباني اللي هي تلك زي بعضها هتعمل تعمل سبيشال ديستنس قيمتها زيرو يعني انت مش محتاج سبيشال ديستنس زي ما كنا بنقول. تمام. دي سو ده اول حاجه عملت على اثنين سنجل ديجري اوف فريدم. وبالتالي برضه على اول دوار هي تنفع تطبق على النص دي ولا ما ينفعش تطبق. فعلا عملوا ابحاث رغم ان يمكن تنفع تطبق على النص دي بس واجهتهم مشكله ثانيه ان هم كانوا شغالين على الاستيك سيستم. فكان لازم يلاقوا طريقه يطبقوا بيها المعادله دي وانا هعمل ايه الاستيك فنفس الكلام ده ممكن شويه. وبالتالي في اربع علماء اشتغلوا على الموضوع دوت طلعوا اربع عقول مختلفه او اربع عادات مختلفه على البي سي دي بحيث ان هم يجيبوا سيبريشن ديستانس للاي الاستيك اناليسيس اناليسيس. اول هندسه طلعت منهم هي لوبيز وطريقه التصرف. لوبيز ده انا عمل شويه تجارب طلع اخر باثنين شرط كده بخش بيه الفرق بين الفاندمنتال فاليو بتاع التو سيستم وبين الريدكشن فاكتور. اجيب التي وي بتاع الاثنين تخش على الشرط الخاص بالريدكشن فاكتور بتاعك من 5 او 6 او 4 تجيب الرو على ترجع تعوض تاني المعادله اللي فاتت تجيب الرو بعدين في الاكسبريشن ده. في طريقه ثانيه سايمسون ده استخدم نفس القانون بتاع الرو كان عليه شويه بس بدل ما يعوض الفاندمنتال فاليو بتاع كل مبنى على طول جاب حاجه اسمها افكتيف لاول مبنى افكتيف لثاني مبنى وزيتا افكتيف لاول مبنى افكتيف لثاني مبنى من القوانين دي. والافكتيف دي هي فانكشن في التطبيق فاكتور بتاع المنشأ. التطبيق فاكتور ده انت ممكن تاخد تقريبيا بيساوي التطبيق فاكتور ممكن تجيبه بالظبط لو عايز ان انت تجيب البوش اوفر كيرف بتاع المبنى دوت وتحوله لينير مش اوفر كيرف وتقسم اقصى ازاحه عندك على ازاحه عيال تجيب التطبيق فاكتور تعوض بيها تيجي تي افكت وتيجي زيت افكت ترجع بقى تعوض من الرو تجيب الرو المضبوطه في الاستيك ترجع تعوض في القانون بتاع تيجي السرول تجيب المسافه المضبوطه.
direction drop, and I'm just direction distance. You got a plane, and this, oh, this is theta 2, pdx rho, theta s, pdx rho would be a sin alpha 4, which is in direction distance, at the velocity. Then you will bring it for solving. Our role model asset, good model. In fact, elements,